سلطانة. سليمان، خبروني إنه الوزير الأول إياس باشا توفى يا مولاي السلطان. مع الأسف مزبوط يا هويام. هذا الوباء تسبب بموت الوزير الأول بالدولة إياس باشا وبشكل مفاجئ. الله يغفر له ذنوبه. آمين. إن شاء الله ما يكون في ورا حادثة وفاته شي تاني يا مولاي. مثل ما بتعرف إياس باشا عنده أعداء كتير وعم يستنوا فرصتهم. إياس باشا مات بالوباء وهذا الشي مؤكد يا هويام. وهلأ لطفي باشا هو الوزير الأول بالدولة. أنا واثق إنه رح يخدم دولتنا بإخلاص تام. مزبوط يا مولاي، هاي الدنيا مصايب بعض الناس ممكن إنه تكون فرصة ذهبية لناس غيرهم. سليمان، أنا أجيت لهون هلأ مشان أحكي معك بموضوع تاني. سلطانة، بظن إنه الأخبار وصلتك وفرحتي لي كتير، مو هيك يا سلطانة؟ إيه وصلتني يا لطفي باشا. إن شاء الله بتتوفق بهاي الوظيفة. آمين، الله يسمع منك يا سلطانة. وأخيراً أنا صرت وزير أول بالدولة. مر على دولتنا العالية وزراء ما كانوا قد المسؤولية، بما فيهم المرحوم إبراهيم باشا، مع إنه كان صديقه للسلطان. بس بحمد ربي وبشكره يا سلطانة إني موجود. وبإذن رب العالمين رح أقدم خدمات كبيرة لدولتنا من خلال وظيفتي، والله يقدرني أن أقوم فيها على أكمل وجه إن شاء الله. أنت قدرت أنه توصل لهذا المنصب يلي عم تحكي عنه بفضلي أنا يا لطفي، فلا تضحك علي وعلى حالك يا باشا. هويام رجعت على القصر وأكيد ما رح تسكت على اللي سويناه فيها. لازم نكون حذرين كتير، والكل بيعرف إنه هويام كانت ورقة له لإبراهيم باشا الوزير الأول. حضرتكم لا تاكلوا هم هذا الموضوع أبدا يا سلطانة، لأنه ما حدا بيقدر إنه يضرني أو حتى يقرب علي. اطمني، ما حدا. الموضوع المهم هلأ هو إنه رستم باشا ممكن يتزوج مريم وبأقرب وقت. لازم نمنع هذا الزواج وفورا. سليمان، في حكي عم يدور بالحرم لك هون بخصوص رستم باشا وبنتنا مريم. وأنا كنت حابب أحكي معك بهذا الموضوع. بتعرفي كنت بقدرنا وهذا الموضوع صار وأنت موجودة هنيك. إياس باشا قبل ما يتوفى قال لي إنه رستم باشا حابب إنه يتزوج السلطانة مريم. فاجأتني يا مولاي. وشو قررت حضرتك؟ لتكون ما حبيت إنه أخذ قرار قبل ما أحكي معك. أنت إما يا هويام وبهمك أمرها، برأيك بنتنا مريم جاهزة لهيك خطوة؟ عذرني مولاي بس هالموضوع كتير فاجأني. مريم كبرت وما عادت صغيرة وصارت بالسن المناسب للزواج. الله يوفقها يا مولاي ويكتب لها أيام حلوة. آمين. حضرتك بتعرف رأيي منيح بخصوص رستم باشا. هو شخص مخلص بوظيفته وأمين لجنابكم، وأنا بوثق فيه، وأنا بشوف أنه بليق يكون صهرك. وأنا بوافق بهذا الشيء، بس مريم هي بنتي الوحيدة وأنا بدي إياها تكون مبسوطة ومرتاحة بحياتها. أختي السلطانة شهرزاد قالت لي إنه مريم مو موافقة تتزوج رستم باشا. إذا هذا الشيء صحيح
ما رح أرضى بهالزواج. كنت مفكرة أنه هيام طلعت من حياتنا وخلصنا منها ومن بلويها، بس قدرت مثل كل مرة أنه ترجع على القصر. الواضح أنه مو سهل نتغلب على هيام ونقضي عليها. لو الموضوع سهل كان إبراهيم باشا موجود بيناتنا. صحيح هي رجعت لهون على القصر، بس صدقيني هي مو قوية مثل ما كانت بالماضي. بعد وفاة إياس باشا ما بقي حدا بالقصر تعتمد عليه. مزبوط. أخيراً قدرتي تنالي مرادك. هلأ زوجك لطفي باشا صار وزير أول بالدولة. الموضوع من مصلحتنا كلنا يا خديجة، من مصلحتنا. ماشي، وهلأ قولي لي لشوف، إمتى ناوية إنك تروحي على قصرك يا أختي؟ مولاي السلطان طلب منك تروحي لعند زوجك بأسرع وقت، ومعه حق بهذا الشيء. مو على أساس توقفي معي؟ شو اللي صار؟ كيف عم تطلبي مني روح على هداك القصر؟ مولاي معصب بهاي الفترة وما لازم نصطدم معه. ومن الأفضل إنه تحضري حالك يا أختي وترجعي فورا. أنتِ مزعوجة من وجودي معك بالقصر، ما هيك يا شهرزاد؟ ولهذا السبب خليتي لطفي باشا يقول لساتني موجودة هون. خديجة، الموضوع هاد مالي علاقة فيه بنوب. مولاي السلطان شاكك بالقصة من الأول، ولطفي باشا انحط بموقف صعب ووقتها خبره بالحقيقة. إن شاء الله يكون هيك. يا ربي شو اللي عم يصير؟ أنا بقصري وعم بتعامل مثل الجواري، وبكل وقاحة هلأ عم يطردوني. خديجة استني. خديجة، منشكر الله على رجعتك إلنا بالسلامة. لو تعرفي شو خفنا عليكي، وخاصة بعد ما سمعنا إن الوباء انتشر بكل البلد، ولما سمعنا إنه وصل لقدرنا خفنا عليكي كتير. الحمد لله اللي رجعتي لنا يا سلطانة. لو بتعرفي شو اشتقنا لك. أنا أكتر واحد اشتقت لك يا أمي، وعطول كنت فكر فيكي. صحيح ليش ضليتي بقدرنا؟ بصراحة نحن كلنا استغربنا هالشي، وسألت مولانا عن هالموضوع بس ما أخذت منه أي جواب. المهم هلأ أني رجعت لبيناتكم، وما في داعي نحكي بهالشي. من هلأ ورايح ما عاد نفترق.
مريم انت ليش ما عم تاكلي؟ ماني جوعانة سلطانة، من بعد اذنك بدي اروح على جناحي. اول شي خلصي اكلك معنا وبعدين فيكي تروحي. سلطانة قلت لك بعدين. مولاي، مع كل التدابير والاحتياطات اللي اخذناها الوباء لساته عم يستمر بالانتشار. قديش صار عدد الوفيات؟ مع الاسف لحد هلا بلغ عدد الوفيات من جراء هذا الوباء فوق 5000 شخص. كل يوم حوالي 100 الى 150 شخص عم يموتوا، وعدد المرضى المهددين اكثر من هيك بكثير. لازم نتحرك بسرعة يا أبو سعود أفندي، بإذن الله لازم نخلص من هالوباء بأسرع وقت ممكن. مولاي، اليوم من المفروض أنه نقابل سفير البندقية بعد إذنكم، لأنه مثل ما بتعرفوا له زمان كتير ناطرنا. قابلوه خلينا نشوف شو في عنده. مولاي، خضر خير الدين باشا قائد الأسطول البحري وصل من شوي من الميناء وهو ناطر الإذن ليفوت. خليه يدخل. مولاي، أهلا وسهلا رئيس خضر. أهلا فيك مولاي. أول شي تعازينا الحارة لمعاليكم وقلنا جميعا بوفاة إياس باشا المفاجأة، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. آمين. 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 لطفي باشا، من بارك لكم والله يوفقكم بمهمتكم. إن شاء الله. شو جايب لنا أخبار من مانيسا يا باشا؟ سمو الأمير بيبعت سلامه وتعازيه الحارة لحضرة معاليكم مولاي. وعليكم السلام. أوامر حضرتكم المتعلقة بالترسانة أنا قلت له إياها، بس هو كتير مستغرب من هالشي، خاصة أنه سمو الأمير أعطاكم المعلومات الكاملة من الأول. أي معلومات؟ قال بعت لكم رسالة بتوضح الأوضاع لما كنتوا بالحملة، بس كيف ما وصلت والله ما عندي تفسير، وفي معي نسخة منها. وطبعا هي مسجلة من قبل رسول الأمير بدفتر المهمات بالديوان، وأنا قابلته شخصيا وتأكدت منه. كيف بيصير هيك يا مأمون أغلو؟ كيف بتختفي رسالة سمو الأمير وما بتوصل لإلي؟ مولاي، ما عندي معلومات عن هالشي. تسأل كل الرسل اللي كانوا بالحملة وبتتحقق، بدي أعرف شو صار بهالرسالة بأسرع وقت. أمركم يا مولاي. كيف بيصير هيك يا مأمون أغلو؟ كيف بتختفي رسالة سمو الأمير وما بتوصل لإلي؟ مولاي، ما عندي معلومات عن هالشي. تسأل كل الرسل اللي كانوا بالحملة وبتتحقق، بدي أعرف شو صار بهالرسالة بأسرع وقت. أمركم يا مولاي. وانت كمل يا باشا، ليش الأمير مصطفى قرر إنه يرمم الترساني؟ مولاي، ادخل. سمو الأمير، خضر خير الدين باشا وصل على العاصمة، ومن هون لشي 10 أيام منعرف الأخبار الجديدة. في بتمك حكي يا تشالي جالي، مبين كأنك ناطر شي خبر مو منيح. الله لا يقدر يا سمو الأمير، بالواقع في شي كبير وواضح عم بيتحضر بصراحة من جهة بناء السفن الحربية وتجهيزها بالسلاح وتنزيلها على البحر. مولانا ما رح يسكت عن هالشي أبداً. اسمع، إذا كان إلي نصيب استلم العرش لازم كون مستعد يا تشالي جالي، لأنه بدي كون مثل السلطان، مثل أجدادي ومثل أي واحد من السلاطين العثمانيين، وهذا الشيء ما فيني ساويه وأنا قاعد.
أميرنا ما عنده نية يأسس أسطول تابع له شخصياً، هو بس حاسس إنه هذا ضروري مشان أمن ومنفعة الدولة العالية. شو هالمنفعة يا باشا؟ مثل ما بتعرفوا في مشاكل كتيرة هنيك شرق البحر الأبيض المتوسط، وتضاعفت هالمشاكل بشكل كبير لما كنا عم نحارب على ثلاث جبهات. وأهداف أميرنا من فكرة ترميم الترسانة من جهة بيوقف بوش نشاطات القراصنة هنيك، ومن جهة تانية كان بده يقطع طرق الارتباط بين الكفار ودول الهند والعجم. وإذا بتسمحوا لي حضرتكم، هذا قرار صائب يا مولاي، وشي مثير للإعجاب إنه يفكر بهالشي وهو لسه بهالعمر. الله يعطي سمو الأمير العمر الطويل. واضح إنه تعلم وتطور بحيث يليق بأنه يكون ولي عهد مولانا المعظم. ما شاء الله. معك حق يا حضرة الباشا، سمو الأمير مثل ما بتعرفوا يا مولاي لساته شاب، واللي بيعمره بيرتكبوا أخطاء، بس أكيد مع الزمن وكثرة التجارب بيكتسب الخبرة، وإن شاء الله بيكون مصدر فخر لمعاليكم دائما، والله يطول بعمره. في شي تاني بدك تخبرني إياه يا ريس خضر؟ في موضوع تاني كمان يا مولاي، أميرنا أمرني إني أحكي لجلالتكم بالتفصيل. في قرصان برتغالي موجود بنيجي عم يظلم الرعاية، اسمه كريستوفا دي جاما، وصار بأكثر من موقع عم يسلب البواخر التجارية، وآخر شي خطف ابن أحد الشيوخ اسمه حسن أفندي وطلب فدية مقابل هذا الشي. هذا الموضوع شو له علاقة بالأمير؟ مولاي، سمو الأمير راح بإحدى السفن الحربية من الترسانة على البحر مشان يسلم الفدية المطلوبة هو بنفسه للشخص اللي طلبه، وقدر يمسك القرصان بالسفينة. شو هالحكي يا باشا؟ شو هالجرأة هي؟ كيف بتسمح يصير هيك شيء؟ وقت وصلت لهنيك كان أميرنا راجع من البحر من زمان يا مولاي. وإن شاء الله هلأ أميرنا بصحة وعافية. الحمد لله بصحة وعافية يا أبو سعود أفندي، وقتل القرصان ورجع الولد لحسن أفندي بخير. الشيخ حسن أفندي واحد من البشوات المحترمين، وبكل الأحوال بما أنه أميرنا بيحترمه وبيحبه هذا ما بيصير. شو قصد الأمير مصطفى من هذا التصرف؟ كيف بيتجرأ يغامر بحاله؟ كيف ممكن يرمي حاله بهيك خطر أصلاً؟ خير إن شاء الله يا سنبول، شايفك صاير كتير متحمس لأمور السياسة. يا صبور ويا رحيم، أف ولك فهمني أنت شو بدك فيني؟ روح من قدامي، روح يا عفريت. أوعك تبعد عن القطيع، لأنك إذا بعدت أكيد رح يأكلك الديب. عو، وأكيد أنت الديب المغرور. صحيح الحكي اللي سمعته قال حاكي مع السلطانة شهرزاد لما كنت بعيدة عنكم، وحتى انك كنت بدك تطلبي منا المساعدة كله مشان تمنعي هالزواج، ما هيك؟ هي اجت لعندي، قال مولاي بعتها، وانا مشان هيك مية مرة صرت عائلتلك ما توثقي بحدا غيري يا مريم. كيف ممكن توثقي بوحدة ظالمة مثل هي؟ هي عدوتي وبدها تتخلص مني ومن كل اخواتك. انت كيف بتساوي هيك؟ لأنه الغريق بتعلق بأشياء يا سلطانة. طلبت منك تحاولي تفكري بموضوع الزواج، بس أنت ما عندك استعداد حتى لمجرد التفكير. حتى مجرد التفكير بالموضوع عم يزعجني. ما رح اتزوج رستم باشا، انا ما بحبه وما رح احبه ابدا. انت سبق وعدتيني اني بس حبه بيوم من الايام رح تزوجيني الانسان اللي اخترته.
مريم انت ليش لهلأ ما عم تفهمي؟ شعورك بالحب مانو متبادل، وصدقيني انت مالك مكان بقلب مأمون أغلو. انت غلطانة سلطانة، هذا الشي كان كان مجرد ماضي، وهلأ قلبه شفي وهو هلأ مستعد يعيش التجربة. يمكن هذا هو الشيء اللي انت حابة انك تصدقيه، بس نحن التنتين منعرف الحقيقة، وكل شيء عم تفكري فيه مجرد وهم. كيف سلطانة مثلك تنسى مكانتها وكبرياءها؟ سلطانة، اليوم أو بكرة في قرار رح يتاخد يا مريم، ورح تتجوزي من رستم باشا. بس مولاي قال لي إنه ما رح ياخد هيك قرار من دون ما أكون أنا موافقة. مرة تانية لا تسمعي كلام السلطانة شهرزاد، أنا حكيت مع مولاي بهالموضوع كتير، هو كمان شايفه مناسب. يعني أبوكي هاد رأيه؟ بس السلطانة السلطانة بس همها إنه تمنع هذا الزواج. بس أنت ما فكرتي ولا مرة ليش؟ لأنه رستم باشا شخص مخلص إلي ولأخواتك، لهيك ما بدي إياه يتجوزك، لأنه بتعرف النتيجة رح يصير موقعه أقوى. طيب أنت شو بدك يا سلطانة؟ يعني شو متأملة من هالزواج؟ ما عندي غير أمل واحد، هو إنك تكوني مبسوطة يا مريم. إياكي يخطر ببالك أي شيء تاني. بتوقع هالزواج رح يكون في خير إلك، وطبعاً لأخواتك كمان. أصبح لا تحكي أبداً عن سعادتي، لأنه هذا قرار سياسي بامتياز. فتحي عيونك مريم، أنت ما عدتي صغيرة. لطفي باشا صار الوزير الأول، وصار واضح تماماً أنه السلطانة شهرزاد دخلت على الديوان، وبقرب فرصة رح تتخلص مني وبعدين من أخواتك. تقبلي ينقذوا؟ أكيد لا، بس مو ضروري اتزوج من رستم باشا مشان امنع هالشي. أنا والدتك وشايفة إنه هذا هو أفضل شي بتساوي. هذا الزواج هو لمصلحتك، رح تتجوزي من رستم باشا سواء قبلتي أو لا. سلطانة أنتِ هون؟ إجيت لهون لحتى أشوفك. شو صاير لك؟ ليش هيك وشك؟ منيحة ما فيني شي، ليش إجيتي لعندي؟ أنا قلقت عليكي، ومنيح إني إجيت. شو في حالتك؟ واضح إنه بنت أخي الحلوة الأمورة كتير زعلانة. مريم كوني مطمنة، ما رح يصير هذا الزواج طول ما أنت مالك موافقة عليه. يا ريت فيني أكون واثقة مثلك. أنت خايفة بسبب إصرار أمك مو هيك؟ هويام بس حطت شي براسة بتساويه. والله لازم أقلك إنه معك حق، فعلا شي بيخوف. رح تساوي كل شي بيطلع بإيدها، بس اطمني أنا معك. ليش؟ شو هالسؤال هاد؟ انت بنت اخي، ما بدي اياكي تزعلي. اذا كان هيك ليش لكان حاولتي تبعدي السلطانة عن ولادها؟ انا بتفهم طبعا حبك الكبير لامك، بس الشيء الاساسي هو السلالة يا مريم. انت بنت السلطان سليمان، يعني انت من دمي. أنا ما بعرف شو عم بتحاول تعبي براسك، بس لا تقتنعي بهذا الحكي المسموم ولا تسمحي له يفوت على قلبك. أنت وإخواتك لا يمكن تكونوا غير قطعة من روحي، وأكيد ما بتمنى لكم أي سوء.
سلطانة؟ سنبول شوفي سلطانة، خضر خير الدين باشا اجى على القصر، كان عند مولانا السلطان قبل شوي وكان عم يخبره شغلة مهمة. سلطانة، الأمير مصطفى مو بس رمم الترسانة الحربية، كمان بعت السفن على البحر، ومو بس هيك يا سلطانة، قبض على قرصان سمعته سيئة وما كان حدا يسترجي يقرب عليه. أنت متأكد يا سنبول؟ أقسم بالله أني سمعته عم يقول له هذا الشي بإذني، مع أنه بذات اللحظة طلع لي هذا العفريت مرجان ورعبني، وبظن أنه عنده 10 عيون براسه، كيف ما بتحرك بيطلع لي بخلقتي. سنبول اتركنا منه هلأ، مولاي السلطان شو قال؟ مولاي اتضايق كتير من الأمير، وأنا بصراحة بحياتي كلها ما شفته هيك متضايق، بس البشوات دافعوا عن سمو الأمير مصطفى وحاولوا يهدوه. هن دافعوا عن الأمير لمصلحتهم، كل شخص دافع عن الأمير بيكون عنده مصلحة أكيد، لازم نستفيد من هالموضوع يا سمول. في أكثر من رسالة من أديرنا إجت للسلطانة هيام مفقودة يا باشا. مرجان آغا عنده علم بهالشي؟ ما عنده علم، بس من الواضح إنه في حدا هون بالقصر ناوي على الشر. كمان ضياع رسالة الأمير مصطفى أمر بخوف كتير، والشخص يلي ورا كل هالمشاكل أكيد بيحمل عداوة لحضرة الأمير، لهيك لازم ندير بالنا. عفوا حضرة الباشا، سفير البندقية توماس وكونتريني جاي يزورك. الوزير الأول لطفي باشا، حبيت إجي وبارك لك بنفسي، وبتمنى يكون هالمنصب هير عليكم وعلى الدولة العالية. من بعد إذن حضرتكم يا لطفي باشا، حابب أقدم لك هدية صغيرة بتمنى تنال إعجابك. ماشي، ما عنا وقت كتير سونيور توماسو، تقدر تبدأ بالموضوع تبعك مباشرة من غير مقدمات، شو في عندك هات لشوف. أمرك يا حضرة وزير أول، مثل ما بتعرفوا أنه نحن هضنا هاي الحرب وكنا مجبورين، وأنا جيت لهون مشان أطلب من حضرتكم يا باشا نرجع لحالة سلام يلي كنا عايشين فيها. عم تسمع يا بالي بيك، بدهم يتصالحوا معنا، بس لما دخل الأسطول الصليبي على حدودنا كنتوا حلفاء معهم. صحيوا على حالهم بعد فوات الأوان، وبعد ما غرق أسطولهم الحربي بمياه برويزي والصلح ما بقى ينفع. يعني شو الفايدة؟ جمهورية بندقية ليحل السلام بيناتنا مستعدة تنفذ طلباتكم، ورح تعوضكم كل تكاليف الحرب. عن جد شو هالكرم هاد؟ ما شاء الله. سنيور كونتوريني، اسمع منيح شو رح أقول لك. إذا بدكم الصلح معنا، شو رأيك نتفق على كم شرط نحن وياك؟ الشرط الأساسي كل خزينة الذهب تبعكم بتصير بخزينة الدولة العالية، بالإضافة بتسلموا مفاتيح روما، وهذا الشرط الثاني، ووقتها ممكن نتفق معكم. فكروا فيها على مهلكم. حضرة باشا شو عم يقول؟ خلصت المقابلة. بالي بيك اتركوه يا حراس. لو بتسمعولي حابب أزمكن لعندي على بيتي المتواضع يا بالي بيك، عندي رغبة استفيد من نصائحكن، بتمنى تقبل دعوتي، رح كون كتير مبسوط بزيارتكن. خير إن شاء الله، شو بده؟ كان عم يدعيني مشان زوره ببيته يا باشا. بظن إنه في بعض الأمور حابب يخبرني إياها مشان وصلها لمولاي السلطان. معناتها روح يا بالي بيك وشوف شو رح يقلك وخبرني بكل شيء.
أهلا وسهلا سلطانة، فرحنا كتير لأنك رجعتي وشفناكي بيناتنا مرة تانية. بتشكرك لطفي باشا، ألف مبروك تعيينك بالمنصب الجديد. إياس باشا مات بالوباء وأنت حصلت على مقام رفيع، يعني حظك كان حلو يا باشا. سلطانة بتمنى أكون عن حسن ظنه لمولاي، وإن شاء الله أكون قد مسؤولية هذا المنصب وأقدر أتحمل أعباء ومصاعب الدولة إن شاء الله. صحيح هذا أرفع منصب بالدولة العليا، بس كمان خطير، وشفت شو صار مع إبراهيم باشا من وراء. كمان إياس باشا توفى، أنا بتمنى لك التوفيق وإن شاء الله ما تكون نهايتك مثلهم يا باشا. إيه كل إنسان بياخد نصيبه وقدره سلطانة. سلم لي على السلطانة شهرزاد وبلغها تحياتي، بس بعد اللي عرفته كيف عم تقدر تطلع بوشها؟ يعني معقول تكون علاقتكن منيحة بعد كل شي عرفته عنا؟ ولا الإنسان بيتحمل كل شي مشان المنصب والمقام الرفيع؟ باشا اللهم امنحني الصبر يا رب العالمين. سمو الأمير بتسمح لي خفف آلامك؟ خلاص بيكفي يا خانم. سلطانة، وصل شي خبر من مولاي السلطان؟ لا ما وصل شي، بس خضر خير الدين باشا وصل على العاصمة. والله أنا مو مطمنة، كان لازم إنك تمنعه لسمو الأمير يا تشالي جالي، يا ريتك أجبرته ما يعمل هالشي أبدا. أنا ما بقدر أمنع سمو الأمير يا سلطانة. مريم لسه ما رفضت هالموضوع بشكل نهائي يا سليمان، بس هي تفاجأت شوي، وبصراحة هي معها حق، يعني بالنهاية هالقرار كتير مهم. خليها تفكر وما تستعجل. مزبوط يا مولاي. خير في شي سليمان؟ من لما أجيت وأنت متضايق ومزعوج؟ مزعوج بأمور بتخص الدولة. أكيد مزعوج مشان الأمير مصطفى. وأنت من وين عرفتي هويا؟ الكل هون عم يحكوا سليمان، عم يقولوا إنه سمو الأمير ألقى القبض على قرصان خطير، وإنه أمير بطل وشجاع ومقدام كمان. إيه بس الأمير الحقيقي ما بيساوي هيك شي يا هويا. مصطفى عرض حاله لخطر كبير كتير، كيف رح يكون سلطان بالمستقبل؟ إذا صار معه أي شيء شو رح يكون مصير الدولة؟ لا الله لا يقدر، بس يعني إذا ابنك الكبير سمو الأمير مصطفى صار له شيء لا سمح الله في إخواته، لا تنسى باقي أولادك يا سليمان. أكيد ماني نسيان. ما بحب شوفك متضايق، سمو الأمير مصطفى فارس قوي ومقدام وصاحب قرار حازم كمان، حصل على محبة الكل وخاصة الجيش الانكشاري، أنا سمعت إنهم بيحلفوا بحياته، مشان هيك لا تخاف عليه وكون مطمن يا روحي. يعني الأمير ذكي كتير، ما بظن يعرض حاله للخطر، لا تقلق عليه بنوم.
كتبت له رسالة لمولانا؟ ما بصير تهمل هالموضوع يا ابني، لأنه هالموضوع بتعلق فيه. أنت لا تاكلي همي سلطانة، خير الدين باشا أخذ كل المعلومات وحيوصلها لمولاي السلطان. ومع هيك كان لازم أنت تبعت له رسالة منك. ما بصير حدا يدخل بيناتكم يا مصطفى. السلطانة بعيد عني كتير سلطانة، نحن بيناتنا جبال، المسافة عم تكبر بيناتنا. كل يوم عم بيمر عم حس انه عم بعيد عنه اكتر. مصطفى اللي عم تقوله هيام هي الوحيدة اللي رح تستفيد منه. اوعى تفكر تعيده، كل يلي بدها اياه تبعدك عن ابوك وتفرق بيناتكم. بس طبعا ما رح تنجح، مولاي مستحيل يوثق بحدا غيرك يستلم العرش. وفجأة دخل ضوء ونور كرسي العرش، قرب وشاف فوقه ولد، وهالولد انا. وبلكي مو انا اللي استلمت العرش يا سلطان. اليوم مولاي السلطان عصب كتير من الأمير مصطفى، أنا ما توقعته يتضايق لهي الدرجة الكبيرة. يعني الأمير مصطفى لازم ينتبه لتصرفاته أكتر. الحق معك باشا، بما أنه حضرتك الوزير الأول بقترح تنبه الأمير مصطفى وتنصحه. أنا رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي. ليش الأمير مصطفى عم يتصرف بهي الطريقة؟ أكيد في حد عم يحرضه. تتوقع أنه في حدا عم بيحرضه لسمو الأمير؟ ما بظن في حدا، سمو الأمير أذكى من هيك. بعدين يحيى تشاليجالي عم يرافقه بكل خطوة، وأكيد عم ينبهه على كل تفصيل صغير عم يساويه. بلكي ما عم يسمع منه لتشاليجالي. المفروض من ناهي الدوران تنتبه لابنها على كل قرار عم يتخذه، أحسن ما يضيع من بين إيديها. هيك نوع من الأخطاء على طول بتصير بالدولة يا سلطانة، والشي اللي تصرفه سمو الأمير هو عبارة عن إثبات للذات. أنا ما بظن أبداً أنه في قصد تاني من هالشي. وأنا متأكدة أنه هيك، بس هو بهذا التصرف عرض حاله لخطر كتير كبير ولازم يكون حذر. ليش لحتى يكون متسرع؟ ما بيصير هيك، لازم يحسب كل تصرفاته صح. طبعاً معك حق. السلطانة خديجة كيفة؟ هي بغرفتها يا باشا، روح لعندها إذا بدك. يعني بالنهاية أنتم متزوجين؟ من بعد إذنك يا سلطانة. باشا موضوع السلطانة خديجة شاغل بالي كتير، نحن لازم نخبره لمولاي السلطان عن كل شيء متعلق بهالقصة. أصلاً هي المشكلة أنت يلي حطيتنا فيها من لما رحت وخبرت مولاي السلطان. أحرجتني كتير مع أختي يا لطفي. سلطانة شهرزاد بكفي وجع راس، القصة لازم تنتهي عند هذا الحد. المفروض نتقيد بالعادات والأصول. شو أنت جاي تعلمني الأصول والتقاليد يا باشا؟ زين كلامك وعرف شو عم تحكي. اللهم لهم الصبر. ادخل. عفوا سلطانة، بس خسروف باشا اجا. خليه يجي. سلطانة أنا بعتذر إذا عم أزعجك. ما في إزعاج، تفضل عود. مولاي أمرني إني إجي لعندك يا سلطانة، وطلب مني وأكد علي إني أخدك على أسرنا، بس الظاهر إنه حضرتك مالك مستعدة لهالشي. لأنه أنا ما عندي رغبة أطلع من هون بنوب. فهمان عليك سلطانة، بس بدي اياكي تتأكدي. صحيح نحن رح نعيش تحت سقف واحد، بس بوعدك اني ما رح ألمسك ابدا. مستحيل خليك تلمسني اصلا خسروف باشا.
لما تكوني جاهزة بتمنى تبعتي حدا يخبرني مشان أجي أخذك. تصبحي على خير يا سلطانة. تعرفي سلطانة؟ يا ريت لو كنت بعرف أنه حضرتك مبسوطة بهالقصر، لأني وقتها كنت عملت كل شي بيطلع بإيدي مشان تبقي فيه، بس أنتي مانك مبسوطة فيه. يمكن تغيير المكان رح يريحك أكثر، يعني يمكن وجودك بهالمكان هو اللي معيشك هاي الحالة يا سلطانة. حراس! مولاي، أنا دائما بخدمة حضرتكم، شو بتأمرني؟ تبعت خبر لسمو الأمير مصطفى فورا، بتخبره بعد أسبوعين أنا بدي روح على بورصة، وأنا بدي شوفه هنيك. بأمر جلالتك يا مولاي. سمو الأمير سلطانة. خير يا تشالي جالي، اللي شو صاير؟ جانا خبر من العاصمة، قال إياس باشا توفى. متأكد من هالخبر؟ طبعا سلطانة، ومولانا نصب لطفي باشا كوزير أول للدولة. والمرحوم كيف ما تقدرت تعرف شي؟ انصاب بالوباء يا سمو الأمير، حتى ما سووله مراسم دفن، دفن بجبيرة الكلس. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. آمين يا رب. إياس باشا كتير ارتكب ذنوب، وقت كان إيده اليمين للسلطانة هيام قتل كتير ناس أبرياء، وأول ضحية كان إبراهيم باشا. رح يجي يوم ويتعاقبوا فيه. إبراهيم باشا مات وماله أي ذنب، بس هلأ إجا الوقت اللي رح ياخدوا فيه كل الظلام جزاؤهم. شالي جالي، بعتوا رسالة للطفي باشا وباركولو فيها بالنيابة عني. ألف الحمد والشكر إلك يا رب، أخيراً انتقمت لي منهم. هيام موجودة بالمنفى، وإياس باشا توفى، ولطفي باشا صار الوزير الأعظم بالدولة. ما رح ينكسر ظهري بعد هلأ. السلطانة هيام رجعت على العاصمة يا سلطانة، وسمعت كمان إنه مولاي السلطان راح جابها بذات نفسه. لو بقيت بالمنفى أنا كنت رح أتفاجأ كتير. الريس خضر، وصلك خبر منه أو من مولاي السلطان حول موضوع الترسانة؟ بظن إنه مولاي رح يحكي معك من غير ما يدخل حدا. بعد أسبوعين رح يجي على بورصة ورايد يشوف حضرتك، وجلالته بعت مكتوب لسموك. مولاي، بصراحة بناء جامع السلطانة هيام استغرق معنا وقت أكثر بكتير من الوقت يلي كنا حاسبينه، يعني صار في انهيار كتير كبير ببعض أجزاءه يلي انبنت أول شيء، بس الحمد لله ما في خسارة بالأرواح، الخسارة كانت مادية يا مولاي. إذا رئيس المعماريين علاء الدين أغا مو قد هذا الحمل، ليش لساته بمنصبه يا أبو سعود أفندي؟ مولاي، علاء الدين أغا صار رجال كبير وختيار، وما بقى يقدر ينظم شغل المعماريين يلي جلالتك اخترته لبناء الجامع. لطفي باشا، فورا بتسلم بناء الجامع لشي معماري خبير. لازم مجمع السلطانة هيام ينتهي قبل نهاية هاي السنة. أمرك مولاي السلطان، بعرف معماري محترف متأكد رح يعجب جلالتك. قابل جلالتك وحضرتك أثنيت عليه وأبديت إعجابك فيه. مين بيكون؟ المعماري سنان باشا يا مولاي، مثل ما بتعرفوا بنا جسر بورت بفترة وجيزة، وجلالتكن قلتولي مشان كافئوا يا مولاي.
وهذا الجسر كان له دور كتير كبير بالنصر. ايه تذكرته لسنان، اقتراحك بمحله يا باشا. من اليوم سنان هو المسؤول عن بناء جامع السلطانة وهيام، مفهوم؟ ما عندي شك ابدا انه رح يبدع ببنائه يا مولاي، واذا جلالتكم بتشوفوا انه يصير رئيس المعماريين والمسؤول عن الجامع. طبعا مناسب يا باشا، بتبلغ سنان بسرعة وبتخليه باشر بعمله. امرك مولاي السلطان. بهاليومين رح نسافر، بدي روح على بورصة ومحمد حيروح معي. بشرفني يكون معك. بعثت خبر الأمير مصطفى أنه رح نسافر لهنيك، وهو رح يجي لهنيك ويستنانا. مولاي السلطان شو كاتب لك؟ قال بده يجي على بورصة وأنا لازم روح لهنيك وقابله. هو يا ما عم تضيع وقتها أبداً، واضح إنه بلشت تشتغل ضدك من هلأ. لا تقلقي سلطانة، أنت كنتي من الأول ضد إنه يتدخل حدا بيني وبين مولانا، وبهالطريقة فيني أحكي معه وش لوش. واضح إنه مو علامة خير يا مصطفى، ما حدا بيعرف شو ممكن يصير لك هنيك، المفروض تكون حذر. حذر شو يا سلطانة؟ نسيت اللي رايح شوفه هو أبي؟ جالي جالي، بعت خبر للطفي باشا فورا، قل له مولاي ما لازم يجي لحاله، يجي معه هو أو خسروف باشا أو حتى بالي بيك. إياكم تتركوا الأمير لحاله مع مولانا السلطان. سلطانة اطمني ولا تشغلي بالك، رح أهتم بالموضوع. بالي بيك، أنا بشكرك كتير على قبولك دعوتنا وتشريفك لنا. الحقيقة أنا ما عندي وقت، شو ما كان الموضوع خلينا نحكي فيه فورا. بالتأكيد، مثل ما بتعرفوا نحن خسرنا كتير بهالحرب اللي هدناها، وبشكل خاص من الناحية التجارية اللي عم نعاني منها من مشكلة، حتى صار في صعوبة بتسيير سفينة بالمتوسط. حضرة الوزير الأول لطفي باشا زعلان منها بشكل كبير، بس العلاقة بين الدولتين ما لازم يكون فيها خصومة أبدا. ايه طبعا، بس انتو خليتونا بهالفترة نفقد الثقة فيكم بشكل كبير، ومن البديهي انه ما ترجع العلاقات مثل قبل. انا مستوعب انه مولاي السلطان كتير مزعوج، بس بما انك مقرب كتير من السلطان فيك تحاول تقنعه، وهيك انت كمان رح تستفيد يا بالي بيك. سنيور توماسو، عم ترشيني؟ وصلت فيك الجرأة تحكيني بهالأسلوب؟ معقول فكر إني أرشيك؟ أنا بس عم أطلب مساعدتكم مشان يتم الصلح بيناتنا، وإذا تم هالصلح رح نضمن أحياء التجارة ورح تشوف الفايدة اللي رح نحصلها بمساعدتكم. سياسة الإمبراطورية العثمانية تتجسد بس بإرادة مولانا السلطان وبشكل مطلق، سواء بالحرب أو حتى بالصلح، مولانا هو اللي بيقرر. باعتبار مولانا بيثق فيكن، إذا بتأمنوا لي مقابلة بكون كتير ممنون، لأنه بالوقت الراهن مستحيل. سينيور توماسو؟ سيلفيا حبيبة قلبي، فوتي تفضلي، انضمي إلنا إذا بتريدي. بعرفك على السيد بالي بيك، هو أحد أصدقاء السلطان المقربين. مامون أغلو بالي بيك. سينيورا سيلفيا، أنتو كيف؟ أنتو بتعرفوا بعض؟ لما كنت بحملة إيطاليا سبق وتعرفت عليها خلال لقائي مع السينيور جيوفاني. مو مصدق شو هالصدفة الحلوة. من امتى وانت باسطنبول يا سينيورا؟ من حوالي اسبوعين بس، عمي السينيور توماسو اصر علي اجي وانا كنت حابة زورة. حبيبتي سيلفيا الهلوة، هي مو حابة تبقى عندي، مع انه اقنعتها كتير ما عم تقبل تبقى عندي. يا بيك برأيي خليكي هون سينيورا، اسطنبول معروفة انها احلى عاصمة بالارض،
وبكل هالدنيا ما في أحلى منها. أنا برتا أبقى كمان شوي وأقبل عرضك، طبعاً إذا بترضى إنك ترافقني. هذا بيسعدني. أنا صار لازم أمشي. مثل ما بتحبوا حضرتكم بالي بيك، بس فكروا بالحديث اللي حكينا فيه. لا تشغل بالك سينيورا سيلفيا. اسمعيني منيح كتير سيلفيا، بالي بيك حاليا اقرب شخص للسلطان سليمان، واضح كمان انه هو معجب فيكي، هلكي هون شوفيه واحكي معه، واذا قدرتي تقنعي انه يدعمنا بتكوني حققتي لي نجاح كتير كبير. كون مطمئن، اكيد رح نرجع نلتقي. ادخل. حضرة الباشا، هالمكتوب اجاك من العاصمة. هات. رستم باشا، كان معك حق، موضوع الوباء حنن قلب مولانا السلطان علي، وإجا هو بنفسه مشان يرجعني على القصر. الحمد لله تصلح كل شي بيناتنا ورجعنا لحياتنا الطبيعية وأحسن من الأول كمان، بس يا دوب وصلت على القصر حتى اختنقت فرحتي جواتي وانقلبت لقلق، لأنه إياس باشا مات وانتقل لديار الحق بعد ما انصاب بعدوى من الوباء. بس أنا بتوقع إنه في شي ورا هالمرض هاد، وبعد وفاته المفاجئة تم تعيين لطفي باشا وزير أول للدولة. شوفي يا أغا، أنت شو عم تساوي هون؟ من شوي وصل مكتوب لرستم باشا من القصر، وأنا رحت لعنده وسلمته إياه. فهم منيح رستم باشا، هدول حطوا إيديهم على الديوان، مشان هيك أنت لازم تتجوز من السلطانة مريم وتدخل على الديوان بأسرع وقت ممكن، بس هنن عم يعملوا كل شي بيطلع بإيدهم مشان يمنعوا هذا الشي. أنت هلأ لازم تصبر تستنى بديار بكر لحتى حط كل شي بمكانه الصحيح، ولازم تدير بالك منيح، خصوصي إنهم رح يحاولوا يقتلوك ويتخلصوا منك. خير، بس ما تكون الأخبار ضايقتك. لكن أنت بتعرفي؟ غلطت غلط كتير كبير يا رستم، لأنه استخفيت بالسلطانة شهرزاد، وضعك صار معروف، لهيك لازم تروح تعتذر منها وتتراجع عن طلبك بالزواج من السلطانة مريم، وإلا رح يكون الدور عليك يا باشا. كيف بتتجرأي تهدديني يا خانم؟ ولا لا تكون السلطانة شهرزاد زارعتك هون مشان تتخلصي مني؟ موتك ما بيفيدني بنوب يا باشا، لأنه مكاني الطبيعي جنبك، وقت أنت بتكون قوي أنا كمان بقوى معك. فريال خانم، إذا بدك لما بيجي الوقت إنك تطلعي من هون عايشة وماشي على رجليكي، عدي بأدبك وخرسي.
السلطانة؟ سلطانة، وأخيرا قدرت لاقي لجنابك جارية بتخدم بقصر السلطانة شهرزاد وبنقدر نثق فيها وجاهزة لخدمتك. أنت شو اسمك؟ إحسان يا سلطانة. إحسان خانم؟ تعرفي شو سبب وجودك هون ما هيك؟ سنبل آغا فهمني، وشرف كبير إني أكون بخدمتك. يا خانم، إذا قدرتي تاخدي عقل لطفي باشا وتسرقي له قلبه وتوقعي بحبالك، بنفذ لك كل طلباتك. فيكي تعتمدي علي سلطانة، بس لازم تفتحي عيونك وتنتبهي كتير وتكوني حذرة، لأنه أي غلطة بتعمليها أنت الوحيدة اللي بتروحي فيها. يسلم لي هالوش أنا. هوري جيهان، عثمان، استنوني برا بالعرباي. إيه بس أنا ما بدي روح من هون سلطانة، وأنا كمان مو على أساس كنا رح نضل بقصرنا. هالقصر هاد رح يضل قصرنا، ورح نرجع عليه بالوقت المناسب. يلا. كوني متأكدة إنه هيك أحسن لك يا خديجة. بقصرك الجديد رح تكوني مرتاحة أكتر. يشهد الله علي إني بكرهها لهيام وبتمنى موتها اليوم قبل بكرة، بس هي كان معها حق بالكلام اللي قالته. أنتي عشتي بقصري وكأنه ملكية خاصة إليك، وعم تعملي المستحيل لحتى تطالعيني من هون. زوجتيني بأول فرصة لتتخلصي مني، وهلأ كمان صرتي زوجة رئيس الديوان. يعني انتي عم تعيشي نفس الوضع والحياة يلي أنا كنت عايشتن. بس يا خديجة، أنا ما بحمل مسؤولية الشي اللي صار معك. مزبوط، السلطان هو اللي شاف إني بستحق دوق هالظلم، بس بحب تعرفي شي كتير مهم يا أختي. لطفي باشا ممكن يصير الوزير الأول، بس قد ما حاول مستحيل يصير إبراهيم. خسروف باشا، خطوة كتير منيحة إنك تروح مع مولانا السلطان على بورصة وتكون جنبه. بهنيك، حاول تدعم ولي العهد، ولازم تحط ببالك وتتحضر لأسوأ الاحتمالات. ما بعرف كيف قدرت تقنع مولاي بمرافقتي لإله، خاصة أنه ما كان بده ياني روح وأترك السلطانة لحالها. بستور، حضرة السلطانة خديجة. سلطانة، بظن هلأ صار فينا نمشي. إن شاء الله ألف مبروك سلطانة. Thank you.
طلعوا 9 ما هيك؟ مزبوط 9. خير يا سنان، شو اللي عم بتحاول تلاقي له حل وليش كل هالحسابات؟ لا تذكرني يا نصوح أفندي، من زمان وأنا عم دقق ببناء آيا صوفيا، كل هالصور والمخططات إلن علاقة فيه. لا ليل ليل ولا نهار نهار، عن جد الله يرحم ترابون، إيسيدوروس وأنثيميوس شو طلعوا علماء كبار. قبل 1000 سنة يا سنان علماء كبار هن اللي عملوا أكبر كنيسة، واللي هلأ صارت أكبر جامع بالعالم. ما في غير الإسبان عملوا أكبر منها يا نصوح أفندي. طبعاً مو جامع، قصدي إنهم عملوا كنيسة. صحيح كنيسة سانتا ماريا، بس طولوا كتير لحتى قدروا يخلصوها. أنت بشو عم بتفكر يا سنان؟ لا تكون ناوي تعمل شي يتفوق عليهم. هو للحقيقة عقلي عم يقلي هيك، بس والله شغلتها كتير صعبة، والله صعبة. أنت هلأ بلش بالشغلات الصغيرة وبعدين منشوف شو بيصير. تعرف شي عن موضوع الاتكية اللي عم تنبنى بسوق أورات؟ معقول ما أعرف؟ وبالعلامة يا نصوح أفندي أنا ساويت لهم الحسابات. لكن ليش ما سووا لهلأ؟ والله بصراحة هن ما إلهم ذنب بالمرة. بعدين إذا بدك الدغري، أنا حساباتي ما حدا بيقدر يفهمها غيري. أحياناً حتى أنا ما بفهمها. المشكلة إنه العواميد يلي لازم يكونوا محطوطين مو موجودين. طول بالك، أنت شو قاعد عم تشرح؟ من اليوم ورايح الاتكية أماني عندك، أنت اللي رح تعملها. لا تتسلى فيني نصوح أفندي، يعني مين أنا لحتى أعملها ومين ممكن يسلمني هيك مهمة؟ مولانا السلطان سليمان هو اللي سلمك إياها. سليمان تعالي ويام. حبيت خبرك عن المعلومات الجديدة بخصوص الاتكية تبعك. كنت رح أسألك عن هالموضوع سليمان. نحن دفعنا كتير، بس مع كل هالشي إلهم شهور ولسه ما عرفوا يحطوا حجر. أنا عزلت رئيس المعماريين وحطيت مكانه بهالمنصب معماري ناشئ شاطر وموهوب اسمه سنان. إيه أنت أكيد بتعرف أكتر مني، بس برأيك ممكن واحد جديد يقدر على هيك مهمة؟ لا تاكلي هم يا ويام، وقت كنا بالحملة عمل جسر فوق نهر بروت وضلت الناس تحكي فيه شهور، رب العالمين عطيه موهبة كبيرة. كتير منيح. سليمان أنا كتير متضايقة، يعني كمان هالمرة رح تسافر؟ ما بدي اياكي تزعلي يا ويام. محمد قال إنه أخوه مصطفى كمان رح يلحقكن لهونيك، خير إن شاء الله. شو القصة؟ بجوز سمو الأمير مصطفى يكون عمل شي غلط، بس بتصور إنه ما يكون ساوى هالشي بنية سيئة أبداً. لهيك ما في داعي تزعل حالك وتزعله، يعني قد ما كان بتم ابنك. بعدين لا تنسى الجيش بيحبه كتير لسمو الأمير مصطفى وبيحترمه، وما رح يقبلوا إنه يزعل أبداً. أنا اللي بقرر مين رح يزعل ومين ما رح يزعل يا هويام. مصطفى بيعرف كتير منيح إنه ما لازم يخليهن يعملوا هالسفن، ومع هالشي ساوى هيك. هو ارتكب خطأ وما في شيء اسمه نية سيئة أو نية صافية. سمو الأمير لساته شاب صغير يا مولاي، ومو سهل أبداً إنه واحد بعمره ياخد كل هالمكانة ويتحمل كل هالمديح. يمكن يكون وقع تحت تأثير هالشي. ما بيصير يتأثر يا هويام، أنا ولادي الأمراء ما بيصير يقعوا تحت تأثير الغرور والتكبر لو شو ما صار. يا عيني يا عيني، طلع في عنا جوهرة بين ايدينا ومالنا عرفانين هالشي. استغفر الله نصوح افندي، ما تنسى انه عم استفيد من كتبك، بفضلك تعلمت اشياء كتيرة. طيب امتى رح نروح على سوق اورات؟ لازم احكي مع رئيس المعماريين ونسخ معه بالاول، بعدين العدة تبعي هون مثل مشايف، كيف رح ننقلها؟ انت شوف الحل المناسب يا سنان اغا، مو انت بتكون رئيس المعماريين؟ جلالة السلطان عم بيسأل كتير ولهيك لازم نخلص عن قريب. عفوا نصوح أفندي، بعتذر على هالسؤال، انت قلت رئيس المعماريين ولا أنا سمعت غلط؟ لطفي باشا رشحك ووصفيك، والسلطان شافك مناسب لهالمنصب، وبموجب هالفرمان تم تعيينك بمنصب رئيس المعماريين. ألف مبروك إن شاء الله. نصوح
نصوح أفندي لازم بلش بالشغل فورا. الله بيعلم وين حطيت الحسابات يلي عملتهم. يلا خلينا نروح فورا. يلا يلا. ماما أنا وين رح تكون غرفتي؟ يا روح قلبي، أنا رح خليهم يجهزوا لك غرفة جنب غرفتي، وعثمان رح يكون بالغرفة اللي مقابلنا. عثمان، أنت روحي ونور عيوني، بتحب تشوف الغرفة تبعك؟ سلطانة، حضرتك محتاجة أي شيء؟ إذا كان ناقصك أي شيء يا ريت تقلي لي. لا شكرا، أنا لازم أكون بالمينا بكرة الصبح بكير يا سلطانة، لأنه رح أروح على بورصة مع سمو الأمير ومولاي السلطان سليمان، وبظن أنه نقعد هناك حوالي الأسبوع. وهي الروحة شو مناسبتها؟ مولاي السلطان حابب أنه نروح عالصيد سلطانة، رح ينضمنا سمو الأمير مصطفى ببورصة ويشاركنا الصيد. إن شاء الله توصلوا بالسلامة. شكراً سلطانة، أنا خليتهم ياخدوا كل التدابير الضرورية مشان أمنكم، هاي فرصة مناسبة حتى تتعودي على القصر هون بغيابي. سلطانة، الأولاد رح يناموا جنبي الليلة. دستور سمو الأمير مصطفى حفظه الله. مولاي، وأخيراً إجيت. رح نطلع على الصيد فوراً. يلا أهلا وسهلا يا أخي. ما بصير تخوف الفريسة اللي قدامك، لازم انك تراقبها من بعيد وتكون صبور. خليك مكانك، وهي يا ابني رح تقرب عليك شوي شوي. ما بصير انه يصدر منك اي صوت، انتبه حتى للنفس اللي عم تاخده، بجوز تحس الوقت كتير طويل، بس لازم تضل بهذا الوضع لحتى تجيك الفرصة، ووقتها لازم تسدد على فريستك بدقة كبيرة وتطلق سهمك بقوة على قلب الفريس اللي قدامك تماما. سمو الأمير، شو القصة خسروف باشا؟ ليش مولاي ما عم يتطلع بوشي؟ بظن ناطر حضرتك تعتذر من جلالته يا أمير، مولاي معصب كتير منك. الطريقة اللي استدعى فيها للأمير مخوفتني كتير، واثقة أنه يام رح تستغل هالفرصة. الله بيعلم هلأ شو بتكون هالحية معبية راس مولاي ومحرضته على ابني. حذرته كتير بس ما سمع مني.
هي كلها مجرد أفكار سودة يا سلطانة. سمو الأمير رح يرجع لهون بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا جينان، إن شاء الله كون معه وساعده يا ربي. ايه يا محمد مظبوط، بده يكون نظرك حاد وساقي. بدك تحمي مصطفى ما هيك؟ مولاي هي وظيفتي. اللي انت عم تحمي مين من مين يا ابراهيم؟ مولاي ليش وقفنا يا مولاي؟ بيوم من الأيام اجينا أنا والمرحوم أبي السلطان سليم على هي المنطقة، وبتذكر إنه هون بالضبط نصبنا خيمة. الله يرحم السلطان سليم. آمين. سمعت كان يحب الصيد كتير. مزبوط، بس وقت اجينا لهون ما كان هدفنا الصيد، نحن اجينا لهون مشان سبب تاني. حكينا عن المرحوم عمي ولي العهد الأمير كوركوت الله يرحمه. راح أحكي لكم قصة عن عمي كوركوت. وقتها كان جدنا الأكبر السلطان محمد شاب. أبو السلطان بيزيد موكله بغيابه بإدارة السلطنة لحتى يرجع بالسلامة. بهذا الوقت انجرف بمطامعه، وما اكتفى بحكم منيسة، كان يحلم بأشياء أكتر بكتير، وكان طمعان بحكم بيرغما بحجة إنه هو منيسة ما عم تناسب مزاجه، وطلب ينقله على ولاية تانية. قام أبو السلطان بيزيد عقبه على تصرفه مشان يعلمه درس ما ينسى، وبعدين سحب منه ولاية منيسة وعطاه ولاية بمنطقة كتير صغيرة. بس عمي المرحوم كوركوت كان الطمع عميله عيونه، ما اقتنع بالولاية الجديدة واستمر بطمعه، طلب يرجع على ولاية منيسة. وعمي بقي على هاي الحالة، وطمعه صار يزيد يوم بعد يوم لدرجة إنه ما بقى يحسب حساب لحدا. سلطان بيزيد قرر انه يبعت علاء الدين باشا ليقدم النصح لعمي مشان يرجع لصوابه. بس عمي قال لعلاء الدين انه مو زعلان ابدا وراح يتفرغ للعلم، وقرر انه يحج على مكه. وقبل ما يروح عمي كركوت على الحج تراجع عن الوعد اللي قطعه لعلاء الدين. راح على الحج ولا لا؟ ايه راح. كانت هاي الحادثه اول مره بتصير بتاريخ دولتنا. بس بعد ما راح عمي وادى فريضه الحج رجع له عقله بعد عده شهور، والتزم بالقواعد والأصول. المرحوم عمي كوركوت كان بيشبه كتير يا مصطفى، كان بيحب البحر كتير، كان عنده هوس بإنقاذ المسلمين يلي انأسروا بالبحر، ودائماً يعطي أوامر بإنشاء السفن، وكان يحب يساعد الجيش، وهنن كانوا يحبوه لدرجة كتير كبيرة ويحترموه كمان. أبي المرحوم السلطان سليم كان فهمان كل الأفكار اللي عم تدور برأس عمي. مع العلم كان دائماً يقنعه لأبي إنه مانو طمعان بشي، بس أبي شك فيه وطلع شكه بمحله للأسف. يعني أعلن العصيان؟ لا، بس اسمعوا شو صار بكوركوت. إجت رسالة على الديوان باسم الوزراء انكتب فيها بشكل صريح دعوة لإقامة سلطنة جديدة، وبناءً على الرسالة تم إرسال عساكر، وبعد هالشي مسك عمي، وهو على الطريق طلعوا له هدول العساكر وخنقوه مع الأسف. هاي الحادثة كانت عبرة للكل بوقتها، يعني المفروض على كل أمير ذكي يكون لماح كتير ويستخرج عبرة من هاي الحادثة الأليمة. تعال يا محمد، أنت هلأ رح تورجيني مهارتك بالصيد.
أنت منيح سمو الأمير. مولاي السلطان مفكر أني خنته يا تشالي جالي. كيف ممكن يفكر بهيك شيء؟ سموك لازم تحكي مع جلالته، يعني لازم تشرح له كل الحقيقة. ما بظن أني رح أقدر أغير له رأيه. سمو الأمير، نقطة سودة وحدة ما بتسود كل الصفحة البيضة. جلالة السلطان رح يعرف أنه حضرتك بريء. مولاي بدي روح شوف خسروف باشا. خليك هون، بين الأخوة ما بيصير يكون في أسرار يا مصطفى، ما هي؟ أكيد مولاي. مولاي أنا بعرف إنه الشيء اللي عملته كان غلط، ما كان صحيح أني روح أتصرف بهي الطريقة بدون علم جلالتك. زعلت حضرتكم، فمشان هيك أنا بدي أعتذر من جلالتك. أرجوك سامحني. لهالدرجة الاعتذار صعب يا مصطفى؟ اللي قدامك بيكون سلطان السلاطين. حاشاك يا مولاي، أنا زعلان لأنه اللي صار ما كان في داعي أنه يصير. وبعدين أنا ابن جلالتك وما عندي أي هدف إلا أني زيد إمبراطورية جلالتك قوة، وهذا من حقي. جلالتك كنت مسافر وأنا كنت بدي أحمي أراضينا بصفتي حاكم الأناضول. بالحقيقة أنا شرحت لجلالتك الوضع بس رسالتي ما وصلت لإيدك. جوابي ما وصلك، ومع هيك رح تتصرفت من دون موافقتي. أنا كنت متأكد أنه جلالتك رح توجه أوامرك إلي بإني ساوي اللازم، فمشان هيك تصرفت بسرعة حتى ما ضيع وقت. هذا الشيء ما بيكون اسمه غلط وبس يا مصطفى. انت بكل بساطة حطيت حالك مكان السلطان واخذت قرار باسمي انا. حاشاك مولاي. للأسف ما كفاك هالشيء، رحت على البحر وطلعت على سفينة هداك القرصان، كيف راح تبرر هذا التصرف؟ اللي شو هدفك يا مصطفى؟ شو نسيان انك انت ولي عهد السلطان سليمان؟ كان ممكن يصير معك أي شيء، لا سمح الله كان ممكن أنت اللي تموت هنيك مو القرصان، أو كان ممكن يخطفوك أو ياخدوك أسير على بلادهم. وقت حضرتك رح تصير بين إيدين أعدائي ويبتزوني. الحق معكم مولاي، كان لازم فكر بكل هدول الشغلات، بس أنا غرورك وثقتك بنفسك الزايدة هي اللي وصلتك لهون يا مصطفى. فعلا خسارة، يا خسارة. تعجرفك يا مصطفى خلك واحد أرعن، والغرور عمالك عيونك. حتى اعتذارك ما هو مقنع. لا تنسى التكبر والغرور هني أسلحة الشيطان، وإذا ما بتقدر تتحكم فيهن هني رح يحكموك. ما في أخبار من سمو الأمير؟ إن شاء الله خسروف باشا يدله على الصواب وما يبخل عليه بالنصائح. خسروف باشا ما رح يتركه أبدا، يعني أنت ما في داعي ينشغل بالك عليه. أنا رايحة أحكي مع اسمهان، ما أجت أكلت معنا. خير إن شاء الله، هي مريضة شي؟ لا ما بظن، بس متضايقة بتعرف هي ومريم ما عم يلتقوا أبدا. Oh.
عم تقول شكر لك يا رب. عفوا لطفي باشا. اوعك تقربي يا خانم، انا من زمان كتير منتبه على نظراتك. انتبه كتير منيح لتصرفاتك، فهمتي؟ من الي. استغفر الله. وقت اجيت لهون بصراحة ما توقعت اني التقى فيك. قلنا نصيب نرجع نلتقى انا وانت مرة تانية. نصيب شو يا سيلفيا؟ انا مدين للسنيور توماسو يلي خلاني ارجع شوفك مرة تانية. عمي لو يعرف انه انا بعرفك تأكد انه كان جابني من زمان. قلو كم يوم عم يسر علي مشان اقنعك، هو حابب يشوف سلطان سليمان. وانا وعدته اني هاول اقنعك بالي بيك، بس ما بعرف شو هي الطريقة. اوعك تسافري، انسي البندقية سيلفيا. بوجودك هون يمكن تلاقي طريقة وتقدري تقنعيني فيها. وأنا بسمع منك. تفضل. سلطانة، هالمكتوب إجا لحضرتك. هاتي لشوف. إلى النور الساطع في سماء هذه الأرض، إلى رمز الأنوثة في هذا العالم وعنوان الجمال، سلطانتي الغالية، إنني عاجز عن التنفس وأنا هنا في ديار بكر وأنت بعيدة عن ناظري، فأنا أفتقدك كثيرا وأفتقد أيضا زرقة عينيك. وحده رب العالمين يدري بحالي. كل يوم أراك في أحلامي وأستنشق قطرك، فتأخذني أحلامي بعيدا إلى حيث وجهك الجميل. من زمان عندي فضول شوف قصر العرش واتعرف على السلطانة هيام، لأني سمعت كلام كتير عنها. لا تصدقي كل شي بتسمعي سنيورة. سمعت إنه عيون السلطان ما بيشوف حدا تاني غيره من زمان كتير كمان. مزبوط هاد الشي مو هيك؟ لو سمحت لي. ايه مزبوط. بيقولوا إنه السلطانة هيام ساحرته. لو بقدر أعمل مثلها كنت ساحرتك مشان ما يحب غيري. إذا هدفك إنه تسحريني، أنا مسحور بعيونك، كمان مسحور بالشعر الخشري وبجمال وشك. شوفي، خليكي هون. مين انت؟ انا كنت مارر بالصدفه. قول مين بعدك احسن ما اقول لك. لا بترجاك، والله انا عبد مامور، انا مالي ذنب. اللي مين يلي امرك؟ مين هو؟ حضره السلطانه مريم طلبت مني اعرف كل خطوه بتخطيها. شو هو الموضوع؟ مين بيكون هاد؟ ما في شي مهم، لا تشغلي بالك. تفضلي سنيورة. ما شاء الله عليك يا مولاي السلطان، جلالتك صياد ماهر ونظرك حاد وعيونك بصيبوا هدفهم. انت يا مولاي شخص ما بيتكرر. الله يرحمه أبي السلطان سليم كان صياد ماهر وعمل كل جهده مشان يعلمني الصيد. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. آمين. هذا الخاتم هدية من المرحوم أبي السلطان سليم. وقت كنا برحلة صيد بمنيسة عطاني إياه.
اجا دوري هلا مشان اهدي لواحد من اولادي. الخاتم صار لك يا محمد، ان شاء الله يجي يوم وتصير اب وتهدي لواحد من اولادك. بشرفني يكون الي يا مولاي، غمرتني بلطفك. مولاي أنا قرب سفري وصار لازم روح بعد إذن جلالتك. توصل بالسلامة يا مصطفى، بسلم لي كثير على ناهي الدوران. أخي محمد توصل بالسلامة يا أخي. باشا استنى سمو الأمير. يا ريت تبقى معنا أكثر، مشتاق لك كثير، من وقت ما أجيت ما قعدنا مع بعضنا. لازم روح محمد، في وراي شغل. مو من زمان كثير دريت بالموضوع. زعلت كثير مصطفى، وحكيت مع مولاي مشانك، وقلت له هالتصرف أكيد مو بقصدك، قلت له أنت بتحبه كثير وما بتعمل أي شيء بيأذيه. موقفك هذا أنا ما رح أنساه بكل حياتي. بس مستحيل اقدر اتحمل نظرة الشفقة اللي بعيونكم. القصة يا اخي انه مولاي السلطان بجوز انكسر خاطره. خلص محمد بكفي، بين الاب وابنه ما في كسر خواطر ابدا. الشيء اللي صار بيناتنا بينتسى مع الوقت، وتأكد انه كل الامور رح ترجع مثل ما كانت واحسن، والزمن كفيل بهالشيء. وطالما هيك ليش مزعوج ومتضايق؟ نظرة عيونك فيها حزن كتير وألم. محمد أنا صار لازم أمشي. استنى أخي، إذا عملت شي زعلك بترجاك تسامحني، أكيد من غير قصدي. أنا مو زعلان منك بنوب محمد، أنا أخذت قرار غلط ولازم تتعلم من هالدرس أخي. بس تستلم سنجق لازم تعرف كيف تاخد قرارك. لو شو ما صار بتضلك أخي وبشوف حالي فيك. قتلك للقرصان اللي اسمه دقامة جرأة كتير كبيرة. أنا لو مكانك بعمل نفس الشيء. ما عندي شك أبداً يا أخي، وكنت بتطلع على السفينة وبتقتله للقرصان بإيدك كمان، ووقتها رح تنال إعجاب وتقدير الكل، خصوصي إعجاب مولاي. احكي لشوف مأمون أغلو وينه وشو عم بيساوي هلأ؟ سلطانة أنا عم راقبه مثل ما أمرته. اليوم كان بحديقة بيشكتاش وكان معه خانم غريبة يا سلطانة. مين هي الخانم؟ مين بتكون بصراحة ما بعرف، بس صرت شايفهم مع بعضهم أكثر من مرة. اعذريني على الشي اللي رح أقوله، بس كانوا بوضع حميمي سلطانة. متأكد من اللي شفته يا آغا؟ خليك على طول عم تراقبه، وبدي معلومات عن الخانو. اسمحي لي بس هالمهمة ما فيني تابعها، لأنه بالي بيك كشفني سلطانة. لتكون حكيت له مين اللي بعتك منشان تراقبه. سلطانة سامحيني، البيك كان ناوي يقتلني. واحد غبي، روح انقلع من وشي. استنى، روح افهم لي هالخانو مين بتكون، بس هاي المرة انتبه لأنه إذا بتغلط أنا رح طالع روحك. تحت أمرك سلطانة. كيف بسرعة يا خانم، شو عم بيصير؟ ما عم بستعجل مثل ما أمرتوني يا سلطانة، بس عيوني على طول عم بيضلوا على الباشا. بس كمان لا تضيعي وقت، الشغلة لازم تخلص قبل ما تنتبه سلطانة شهرزاد. كوني مطمنة سلطانة، هاليومين رح يكون عندك أخبار كتير حلوة وتعجبك. اي منيح.
شو أخبار سمو الأمير مصطفى؟ قبل شوي حكيت مع سنبو الأغا، قال هلأ لسه ما عرف شي. ما بظن رح يصير شي يا سلطانة. انتي شو فكرتيني عم انطر يا خانو؟ ناطرة خبر موته للأمير مثلا؟ أنا بعرف منيح أنه شخص مثل الأمير مصطفى ما رح ينزل من نظره لمولاي السلطان بين يوم وليلة، وإبراهيم أكبر دليل على هالشي، حاول كتير يوقف بوشي ويحمي حاله مني، وبالأخير يا خانم أنا يلي فزت وضليت واقفة على رجلي. هني هلأ عم يحاولوا كل جهدهم حتى يقضوا علي، وما بيعرفوا أنهم عم يحفروا قبرهم بإيدهم ومستحيل يبعدوني عن العرش، بس الموضوع بيحتاج وقت وصبر. أحسان خانم، خير شو عم تساوي هون بالقصر؟ السلطانة شهرزاد طلبت مني دواء وإجيت لهون لحتى جيبه يا مرجان آغا. خير شبه السلطانة لتكون مريضة؟ لا تأكل هم يا آغا، بس رح أخذ لها أعشاب مهدئة حتى تنام بدون كوابيس. أه. طيب يا خانم، معناتها خديهم فورا. سلطانة؟ خير إن شاء الله يا باشا. إن شاء الله في أخبار جديدة عن سمو الأمير. من شوي أنا أجيت من ديوان القصر وللأسف المعلومات هي نفسها. كيف وضع السلطانة خديجة؟ قدرت تتعود على القصر الجديد؟ ضروري إنه نتركها لحالة فترة، أكيد بكرة رح تتعود. تأخر الوقت يا باشا، روح على غرفتك، أنت كمان تعبان ولازم ترتاح. ما في لزوم، هون كتير منيح. شو قصتك يا باشا؟ أنا بقدر إنه أفهم وضع السلطانة خديجة يا سلطانة. هي بقلبها الجرح كتير عميق وبدها وقت طويل لحتى تتعود وتنسى، بس حضرتك ماني عم أفهم الوضع يلي أنت فيه. شو هو الجرح الموجود جوات قلبك يا سلطانة؟ شو بتقصد يا باشا؟ أنت بتعرفي أنا شو بقصد من ورا هالكلام يا سلطانة. جنابك طول الوقت عم تتهربي من واجبك تجاهي كزوجي، عندك حجج كتيرة وغير مقنعة. الواضح يا سلطانة انك عم تتهربي مني، بس اكيد في سبب كتير كبير ورا هذا الشيء. ليكون في بقلبك حدا تاني يا سلطانة، مثلا شي حدا من الماضي وما عم يروح من بالك ابدا. شو هالوقاحة هي؟ مين مفكر حالك حتى تتجاوز حدودك؟ آه؟ لا تكون نسيت إني أخته للسلطان سليمان. طلع من غرفتي فوراً، طلع ولا بقى تفوت عليها أبداً. صبرني على هذا الوضع اللي أنا فيه. لطفي باشا، you
يلزمكن أي شيء يا باشا؟ روحي واتركيني بحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله العظيم. خانم بعدي عني يا خانم، لا تخليني ارتكب اي ذنوب، والا بطلع بروحك بايدي التنتين هدول، عم تفهمي؟ يلا روحي نلعي باشا. روحي لا توشيني وشك. ادخل. سلطانة، مرجان آغا طالب يشوفك. سلطانة. خير يا مرجان، شوفي شو اللي جابك لعندي بهذا الوقت؟ اجيت لأني قلقان عليك يا سلطانة. واضح إنه الموضوع مهم، اللي شوفي يا مرجان. مثل ما بتعرفي يا سلطانة، أنا عطول مشغول وما عندي وقت مر لعندك. شفت إحسان خانم بالقصر جاي تاخد دواء، خير حضرتك مريضة؟ في دواء ناقص هون بالقصر بعدت تجيبه. فهمت سلطانة. سلطانة، واضح انك مهمومة كتير. مو مرتاحة ابدا. واضح انه هيام لعبت بعقله لزوجي لطفي باشا. من وقت ما تعين وزير اول ما بقى يتحاكى بنوم. مرجان خليك عم بتراقبه. لا تقلقي بنوب يا سلطانة، رح اضل عيوني عليه طول الوقت. سلطانة، مصطفى حبيبي. سلطانة، أهلا وسهلا يا عمري. شو الموضوع؟ ليش بعت وراك مولانا؟ واضح أنه مولاي كان حابب يعطيني درس، وأنا فهمت الدرس منيح.
شو يلي بتقصده؟ قلت لك سلطانة، في فجوة كبيرة بيني وبين أبي، بس هي الفجوة طلعت أعمق بكتير مما بظن. لا تتصرف بعاطفة يا مصطفى، لا تنسى إنه هو أبوك وسلطانك، وإذا أنت غلطت واجبه إنه ينبهك وحتى يعاقبك كمان. مولاي حكالي عن المرحوم كوركوت وعن مصيره والشي اللي تعرض له. كل أمير بالدولة بعيش تجارب يا ابني، بيبعتوه بأول حياته على السنجق، وبعد ما يكتسب خبرة بيعلموه القواعد الأساسية بحكم الدولة وبأهلوه لولاية العرش، ولسبب أنا ما بعرفه بوجهوا له تهمة مثل هي مع أنه عم بيقوم بواجبه. مصطفى أبوك كمان عاش هالتجربة، صحيح عصب هلأ من اللي ساويته، بس هو كمان كان متحمس مثلك. لو تعرف هو والمرحوم إبراهيم كيف كانوا يغافلوا الحراس ويهربوا، ما كانوا يخافوا من تصرفاتهم أبداً. تعرض مرتين أبوك للموت، إبراهيم أنقذه بالمرة الأولى، وبالتانية السلطانة الأم أنقذته. مصطفى يا حبيب قلبي، لازم تكون حذر من عدوك ومن صديقك، تحذر أكثر. وعطيته الفرصة يا روحي، أنت ولي العرش وعيون الكل هلأ عليك، لا تعطينا الفرصة يا حبيب قلبي. سليمان، هويامي، بشكر الله على رجوعك إلي، كنت خايفة عليك من الوباء المنتشر، عم بيقولوا خطير كتير. لا تقلقي أبدا، مشي أفندي تولى موضوع القضاء على الوباء، والنتائج بلشت تظهر على عرض الواقع، شهر أو شهرين رح نخلص منه إن شاء الله. كيفه الأمير مصطفى؟ إن شاء الله بخير يا مولاي. طمني، مصطفى أمير ذكي كتير، عرف غلطه واعتذر مني، وأنا قبلت اعتذاره وسامحته ورجع على السنجق تبعه، ووعدني أنه رح ينتبه لتصرفاته. الحمد لله، ما كنت متوقعة غير هيك. مصطفى أمير واعي وبيحترمك كتير يا مولاي. شو بدكم مني؟ أنتم مين؟ تركوني لوين أخديني؟ وقفوا، الله يخليكم تركوني. انتو مين؟ شو بدكم مني؟ سينيورا سيلفيا، انتي مين؟ انتي شو بدك مني؟ ايه بالي بيك، مين هاي سيلفيا خانو؟ بنت اخو للسفير توماسو، التقيت فيها مرة بزماناتي وهلأ رح ارجع شوفها، بس ما كنت متوقع ابدا اني شوفها بقصر العرش. اوه هاي اخبار حلوة، وامتى رح تتزوجوا؟ اي زواج نصوح افندي، معقول انا اتزوج هلأ؟ بس بصراحة السنيورة سيلفيا مو سهلة بنوب، سنيورة عن حقه حقيقي يا نصوح، وأنا متأكد أني رح أقضي معها أوقات حلوة. آخ يا بالي بيك، المسكينة السلطانة مريم رح تتزوج من هالواطي رستم، مع أنه قلبه وعقله مع واحد تاني، وإنت عم بتقضي وقت حلو؟ كتير بيزعجني إنه السلطانة تتجوز من شخص ما بتحبه، بس للأسف ما في بليد حيلة. أنت برأيك
انه هذا الزواج رح يتم يا بيك؟ ما بعرف، بس السلطانة مو مبسوطة بنوب، وهذا الشيء كتير زعجني يا نصوح. من الواضح انه السلطانة هيام رح تصر على هذا الزواج، واكيد مريم رح تضعف. الله يحميها ويقويها. ناوي تبقي كتير هون يا سينيورة؟ وانتي مين بيكون؟ مو مهم مين انا، المهم شو بدي منك. وجودك هون مو لمصلحتك، رجعي على بلدك فورا والا رح تندمي يا سينيورة. وانتي شو علقتك فيني؟ وانا شو عملت لك؟ انتي بنت اخوه لسفير البندقية مو هيك؟ والواضح يا سينيورة انه هنن بعتينك لتتجسسي ولتنقلي اخبار، ومو بس هيك انتي عم تلعبي بعقول الامراء والبشوات. ليكي اذا ما رجعتي صدقيني انك رح تكوني بخطر انتي وكل اللي واقفين وراكي. سلطانة؟ خير سمبل، شايفتك مبسوط كتير. كيف ما بدي كون مبسوط يا سلطانة؟ أنا حكيت مع أحسان خانم قبل شوي وقالت لي خبر حضرتك إنك رح تسمعي أخبار حلوة عن قريب. كتير منيح يا سمبل، أخيراً وصلت لي خبر بفرح. وهلأ شو رح نساوي يا سلطانة؟ خلينا نهدي هالكم يوم وما نستعجل. لطفي باشا رح يصير مثل الخاتم بأصبعنا، ورح يكون مصير السلطانة شهرزاد مثل مصير خديجة. سلطانة فخرية، أصحك تخبريني أي شي تنزعيلي فيه فرحتي. عفوا سلطانة، بس في موضوع حضرتك لازم تعرفي فيه بيتعلق بالسلطانة مريم. يا خانم إذا خلصت شغلك فيكي تطلعي، هلا الأغوات بكفوا الباقي. يلا سلطانة. أنا كنت بالحديقة عم غير جو. الواضح كنتي مضيعة الطريق، لأنه بعرف من وين أنتي جاية ومع مين كنتي يا سلطانة. صدقيني سلطانة أنا ما بعرف عن شو عم تحكي. ما بدي اسمع ولا كلمة لك، حطي عينك بعيني ولا تكذبي علي. أنتي كتير عم تزعجيني، مو مريحتيني بنوب يا مريم. معقول أنه سلطانتي وبنتي الوحيدة ترضى أنه توصل لهذا المستوى وتحط حالها بهالموقف هاد؟ معقولة تروحي تحكي مع السنيورة؟ هي ما بتعرف مين بكون. والله برافو عليكي يا سلطانة مريم، منيح يلي على القليلة فكرتي بهالنقطة. انتي ليش مو حابة تفهمي؟ لا تكوني مفكرة بالي بيك بحبك وعم يفكر فيك على طول. انتي شفتي بعينك هو كرمال مين تخلى عنك يا سلطانة. سلطانة لحد هون وبس يا مريم، لازم تنهي هالمهزلة وبأسرع وقت.
لك. ادخل. بالي بيك. نصوحة فندي. أوه سنبل أغا، وأخيرا مرجان أغا سمح لك تفوت لهون. وليش لحتى ما يسمح لي يعني؟ معقول هذا الحكي يا نصوح أفندي؟ خليه يجرب إنه يمنعني وأنا فرجي، والله وقتها لساوي في سنبل أغا، احكي شو بدك؟ السلطانة هيام حابة إنها تشوفك يا بيك وتحكي معك. وشو واقف عم تستنى؟ طبعاً خليها تتفضل. مو هون يا بيك، حضرتها عم تستناك بقصر السلطان. سلطانة، قالوا لي بدك تشوفيني. بالي بيك، أنا طلبت شوفك لأنه بدي أحكي معك بخصوص بنتي السلطانة. تفضلوا سلطانة، عم اسمع. بعرف منيح أنه مريم بتحبك وبدها تتجوزك، هاي هي الحقيقة يا بالي، وما فيني أنه أنكرها. والأسوأ من كل هاد إصرارها الكبير على أنه مشاعر الحب متبادلة بيناتكم. سلطانة، كوني واثقة أنه أنا ما سويت شي خليها تفكر بهالطريقة. أكيد في شي بكلامك معها عم يوصل لها هذا الإحساس. أنا حذر بهالموضوع يا سلطانة، بس مثل ما بتعرفوا أنا ما فيني أنه إلا الحقيقة وإجرح مشاعرها البريئة يا سلطانة، ما بقدر لو حتى شو ما صار. معناته قلي شو هي الحقيقة، ليش ما بدك مريم يا مأمون أغلو؟ سلطانة اعذريني على صراحتي، بس أنا لهلأ ما عم أقدر شوفها غير السلطانة الصغيرة، وما عم بقدر أنظر لها بطريقة تانية. فهمت عليك، شكراً كتير بالي بيك على صراحتك ونزاحتك، صار فيك تمشي. سلطانة. بالي بيك. حبيبتي مريم، أنا بعرف إنك هلأ كتير مزعوجة مني ومن الشيء اللي عملته، بس كان المفروض إنه تسمعي حقيقة مشاعره بإذنك. مولاي، إذا قررت مكان إقامة المبنى هو سوق النسوان، فأنا بشوف من المناسب أنه يكون للجامع إبة واحدة وكمان مأدنة واحدة مولاي، وأنا ناوي أني كتر من عدد الشبابيك مشان التهوية والإنارة توصل لكل زاوية، وعملت حساب لكمية الضوية اللي رح يفوت حسب كل وقت من أوقات النهار، لأنه ما بصير يكون داخل المبنى معتم. ممتاز، الإنارة والتهوية مهمين كتير. وبهي الجهة يا مولاي، أنا عم فكر حط أماكن الوضوء للمصلين لأنه دافي وبتصل له الشمس، وقدام الخزنة رح تكون المكتبة الكبيرة ومدرسة لتعليم الصبيان والمشفى مولاي السلطان. منيح كتير. ادخل. مولاي السلطانة هيام وصلت. خليها تفوت. مولاي هيام، هذا المعماري سنان اللي حكيت لك عنه عم يقدم لي معلومات عن البناء. كتير سمعت عن مواهبك وفنك يا أفندي. هاد من لطفك يا سلطانة.
قالوا لي إنه تنفيذ المبنى ما رح ياخد معك وقت كتير. إمتى رح يكون جاهز يا أفندي؟ إن شاء الله يا سلطانة، رح يكون جاهز خلال 6 شهور من اليوم. دستور حضرة السلطانة مريم. إن شاء الله المعمار السنان يوفي بوعده يا مولاي، لأنه أنا حابة يبدأ الوقف بأعماله بأسرع وقت ممكن. الناس يا مولاي كتير متحمسة، والفقرة عم يستنوا بفارغ الصبر. الله يقدرني على مساعدتهم. لا تاكلي هم، سنان من المعماريين المهمين وراح يسلم البناء قبل الموعد. ادخل. مولاي، اجت السلطانة مريم. خليها تفوت. حبيبتي مريم، يا أجمل بنت بالعالم، أنت منيحة؟ الحمد لله منيحة. مثل ما بتعرفوا، رستم باشا طالب إيدي للزواج. مولاي السلطان، أنا أخذت قراري. إذا حضرة جنابكن ما عندكن مانع، أنا موافقة أتزوجه يا مولاي.